هاي سيدي قلنا السلام عليكم، ان شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم ان شاء الله حيين بألف خير. انا توي كيا داخل النمسا من المانيا، داخل النمسا كينا تشوفوا هذه بلاكت اوسترايخ، ديجا كولور نتاع الزفتر تبدل، واحنا من المانيا دخلنا للنمسا. احنا توي كيا في الاوتريش، وين ماشيين لسويسرا باش نفرغوا السلعه نتاعنا في سويسرا. السلعه نتاعنا هي شامبينيون، عبيد 22 طرناطة شامبينيون من بولندا نهار الاثنين الصباح، وسفرت بهم قصدين ربي ان شاء الله لسويسرا باش نفرغوا السلعه نتاعنا في سويسرا. انا تو كنا تشوفوا دخلت للنمسا، في النمسا في فولفورد، في محطه فولفورد باش نقوم بالاجراءات الديوانيه، باش نمشي نطلع الاوراق اللازمه والتصاريح اللازمه نتاع الديوانه، وتصير الموافقه من طرف الديوانه النمساويه والديوانه السويسريه، من بعد ندخلوا لسويسرا نفرغوا السلعه نتاعنا. كنا تشوفوا اجراء الحدود بين الزوز دول، بين المانيا والنمسا، ما فماش كنترول. معناها كي انت تمشي لالمانيا، من المانيا داخل النمسا ما تلقاش كنترول، بار كونتر من النمسا وانت داخل المانيا فما الكنترول. بوم شو الكنترول؟ كنترول جست كنترول بوليس، يتفقدوا هذا الكنترول. عنده تويكيه بضحكه ولعبه 9 سنين من 2015 جراء الهجره الغير النظاميه اللي صارت في اواخر 2015، اللي جاوا برشا عبيد من المجر ومن رومانيا ومن تركيا عن طريق النمسا. صارت الاجراءات هذيك وقعدت معمول بها الى يومنا هذا. كينا تويكيه زاد دارنيير مو الحكايه، ما عنديش حتى 6 شهور بين بولندا والمانيا، كيف زاد المانيا عملت اجراءات نتاع الكنترول بوليس على خاطر الازمه اللي صايره بين بيلاروسيا وبولندا، والهجره اللي قاعده تجي من بيلاروسيا داخل بولندا. ديجا انتم كان تبعوا تشوفوا دارنيير مو الحكايه، ما عنديش حتى جمعه ولا جمعتين قتلوا بوليس من شرطه الحدود. كيف تويكيه قاعد صاير زاد كنترول. ولا احنا نهار الاثنين رجعنا للخدمه، برشا عباد كي هبطت ستوري تصويره انا وبابا ماشي في بالهم لينا في تونس، نو انا ما روحتش لتونس، ان شاء الله كان سهل ربي ممكن الشهر الجاي ولا اللي بعده نروح لتونس. انا في الخدمه عيطت في الدار بحثة بنتي والعائله، وتوي كي رجعنا للخدمه. نهار الاثنين رجعت للخدمه، مشيت لبرلين، من برلين هزيت الكاميون نتاعي رجعت لبولندا، في بولندا تحديدا في فروتسواف عبيت الشامبينيون نتاعنا، وتوي كي قاصدين ربي لسويسرا. معناها خرجنا من بولندا، عملنا بولندا المانيا الكل بريسك، ومن المانيا دخلت للنمسا عن طريق ميمينغن ليندو، ومن ليندو على الطريق 96 ندخلوا لبريغنز في الاوتريش، من بريغنز نمشيو لفولفورد نعملوا الاجراءات الديوانيه، ومن بعد ما نعملوا الاجراءات الديوانيه في فولفورد ندخلوا على النقطه الحدوديه لستناو او اوتوروت. هذايا طويل، فيه ما يقارب حكايه 10 11 كيلومتر، تسمى تونيل من اطول التونيلات اللي موجودين. احنا ديجا بعد التونيل نخرجوا، كي نخرجوا بعد التونيل نلقاو روحنا ديجا في فولفورد. النمسا معروفه بجبال الالب وبالمناظر الطبيعيه الخلابه اللي فيها، احنا نخرجوا من هنا السورتي هذه اللي هي فولفورد لاوتراخ. لكن الاشكال فيش كونو ينجم يكون فما صف طويل نتاع كمان، تعرف الدخول نتاع سويسرا ما تنجمش تدخل سويسرا بدون التصريح اللي تاخذه من عند الديوانه، وبدون تصريح البضاعه اللي انت باش تدخلها. معناها تو فما بوسيبيليتي اللي يكون فما صف لهنا للتنظيم باش ينظموا الكمين والترانسبور بصفه عامه، عاملين بلاصه وين يقفوا يستنوا فيها الكمين، يشدوا فيها الصف الى اخره. بون هنا 6 الصباح تلقى فما فوضى عارمه، تو كي 11 ان شاء الله يكون خف. كاميون ثقيل مرزن ما شاء الله، 22 طرناطة بريسك شامبينيون، واذا كان فما صف يوليو يرجعوني. عطاو تشوفوا على عينيكم، تو تشوفوا اذا كان فما صف يولي يرجعوني يقولوا لي برا امشي شد الصف، خاطر انا منه لمنك باش ندور على القنطره، باش نتعدى على القنطره وندور على اليسار باش نجي معناها في المحطه. كان فما كمين واقفين من هنا على اليسار، كنا نشوفوا هاك فما كمين، صف نتاع كمين واقفين، معناها فما بوسيبيليتي باش يرجعوني يقولوا لي لازمك تشد الصف معاهم. لكن احنا نشوفوا ديجا فما عون غادي، فوالا كنا تشوفوا هذوما اللي ينظموا هنا. هذا هو المحطة بتاع فولفورد،
لكن انا لازمني ندور بالرامبوان نمشي ونشد الصف حتى لين يعيطوا لي باش ندخل. تو باش ترسيلي ندور بالرامبوان ونمشي لاخر الكياس ونعاود ندور بالرامبوان مره اخرى باش انا نمشي نشد الصف. وديجا راك شفتوا انتم السورتي، ما فماش سورتي اللي قبلها، السورتي هذيك كي تخرجني تخرجني طول على الفولفورد، خاطر انا جاي من نمسا. فوالا تو باش نعمل هكا ونمشي طول. وكينا تشوفوا هذايا هو الصف نتاع الكمين اللي ينظمين به، خاطر الباركين كي يتعبى والكمين تولي برشا كمين فوق بعضها تولي فوضى عارمه. الور عاملين البلاصه هذه الكل وين تشوفوا في الكمين واقفين الباركين، البلاصه هذه عاملينها باش الكمين تستنى. بعد كي يفرغوا بلايص في الباركين يبداو يعديو بالكميون بالكميون ويدخلوا بالكميون بالكميون. احنا اخر كميون، كميون الاحمر هذايا اللي هو الفولفو، ونشوفوا الزهر نتاعنا كيفاش. اسكو فما كمين بعدهم ولا لا؟ حرقت الاولويه، لكن انا كميون ثقيل، ما خذيت الاكسيلاتور، ما خدمت، ما عملت. ساعات الصف من رومبوان، والله ساعات الصف، اما الصباح الصف تلقاه من رومبوان هذا. واحنا تو باش نعاودوا نرجعوا، فما برشا بعد القنطره احنا خليناها كالفولفو. هاي مكتوبه الكافيزول، ديجا انا باش تلقاني تحت القنطره لانه فوالا. ونشدوا الصف نتاعنا لهنا، هاكا مكتوبة الكافي زول، زول دوان. ولهنا دونت ليف ذا فيكول، معناتها تنجمش تخلي الكميون نتاعك وتمشي تعمل الإجراءات الديوانية، خاطر هذايا جوست صفوا برا للتنظيم، معناها لازمك تقعد تستنى في الكميون. ويقول لك لهنا بلاك ممنوع الوقوف والتوقف من 6 الصباح ل 6 العشية. ريت بعد 6 العشية كي تلقى الباركينج معبي تنجم تجي تشد الصف لهنا وتبات في الكميون في الليل. بالنسبة للعباد اللي باش تعمل الإجراءات نتاع الديوانة، تمشي تدخل الباركينج تلقاه معبي، تنجم تجيب الكاميون نتاعك تحطه في الصف وترقد، لكن لازمك تعمل حسابك اللي راهو كي باش ترقد لازم الوقت نتاعك يكمل قبل 6 الصباح، خاطر 6 الصباح نجموا يتحركوا الكمين وأنت أوبليجي عليك تولي تحرك الكاميون نتاعك. هي تو عديتنا، صحيح بعد ما استنينا قتنا تعداو، وتو هكايا نوليو ندخلوا نمشيو للباركينج. فوالا وقفت الكاميون هنا، نمشي نهبط تويكية، عندي الأوراق هذوما نتاع، عندي الأوراق نتاع الديوانة نتاعي اللي باش نهزهم نعمل لهم الديكلاراسيون، نمشي نهز الأوراق نتاعي نركح الأمور، من بعد نرجع للكاميون ونمشيو حكاية 10-12 كيلومتر باش ندخلوا للحدود. علاش قول قايل أنا تويكية بعيد على الحدود 10-12 كيلومتر؟ على خاطر نقطة الحدودية لستوناو أو جاية في مدينة صغيرة، ما فماش إسباس كافي باش يستوعب الكمين هذايا الكل والنقل هذايا الكل هكايا. هذاك علاش لهنا عاملين كيل بورت، كي نقولوا احنا محطة كبيرة عاملينها مخصصة للنقل البضائع وللكمين باش ينقصوا الضغط عليهم في الحدود، خاطر ما نجموش يستوعبوا الكمين هذوما الكل. لهنا عاملين ديجا مركز نتاع شرطة النمساوية ومركز نتاع شرطة الحدود السويسرية، وعاملين كل ما يتطلب. أنا لهنا نعمل الأوراق الكل، ومن بعد يعطوني ورقة كي لاسي باسي، الورقة هذيك لاسي باسي نستظهر بها في الحدود كي جيب شق الحدود ندخل الحدود في لستوناو. تو ما بقالي كان نمشي نركح الأوراق نتاعي. مديت لهم الأوراق، قالوا لي رجع لي بعد 20-25 دقيقة، لور نمشي نعمل قهوة بعد نرجع لهم ناخذ الاوراق ونمشي للديوانه النمساويه من بعد الديوانه السويسريه. ولا هذوما اللي يركحوا حركه المرور كنا تشوفوا، اللي يوجهوك يقول لك دور على اليمين وين تقف، وكل موجودين في كل بلاصه، هما اللي يوجهوا الكمين. هلا انفهم مدولي الاوراق، قعدت نستنى شوية، صارت شوية إشكال صغير بيناتهم هما، مش بحاجة مش تبعتني أنا. المفيد عطوني اللي سي باسي، هذه هي اللي سي باسي. وتو كي ما بقالنا كان نمشيو للحدود، نمشيو نفرغوا السلعة نتاعنا. الدنيا سخونة، 35 درجة سخانة، 35 بالحق اليوم سخونة بالقدا بالقدا، يا بسم الله. بالضبط قعدت واقف ساعتين اليوم، فوالا نقصدوا ربي.
نلقاو الحدود النمساوية على شعلي الضوء أخضر. أنا الأوراق الكل مريقلة ما عنديش علاش فين نقف على اليمين. وهذه الحدود، هذه القنطرة تفصل بين زوز دول، تفصل بين النمسا وسويسرا. فوالا احنا فتنا تويكية النقطة النمساوية، وتو باش ندخلوا للنقطة السويسرية. وهذه القنطرة وهذا الواد يفصل ما بين الزوز دول. فوالا احنا تويكية رسميا دخلنا لسويسرا. طول هذاك مخصص للكراهب، والكمين يدوروا على اليمين. لهنا الترانزيت يشد الوسط، اللي بي عنده اوراق باش يطلعهم يشد اليمين، واللي يركح الاوراق نتاعو في فولفورد كيفي انا يشد اقصى اليسار. ولا لهنا نمد لهم الورقه. فما حتى حد في البيرو وعاملين كل بواتا لتر، حاطيت في البواتا لتر الورقة، وتو نقصدو ربي تو فعليا دخلنا لسويسرا. نمشيو نفرغوا السلعة نتاعنا، يا بسم الله. نورمالمون هنا نخرجوا، هذه هي السورتي تبعدش برشا، في وسط سويسرا من با 8 كيلومتر. هلا تستنى فينا قنطرة غادي، قداش مكتوب عليها القنطرة دي؟ أزرع القنطرة كلها مجروحة، مادام القنطرة مجروحة مادام برشا كمين سطعوا قبل، هذاك علاش ماذا بينا كي نتعداو مليمترات، صدقني مليمترات، هذاك علاش كي نتعداو ديما نتعداو واحدة واحدة، خاطر يفرقوا. فما بلايك مثلا، فما دول تحط لك 4 متر ولكن هي تلقاها 24 4-15 4-5، وفما دول تحط لك 4 متر ومعناها 4 متر بالحق 4 متر. وساعات يصير ترميم للكياس، يحطوا كوش نتاع زفتر ولا يحطوا حاجه، الكياس يزيد يعلى. قالوا اذا كان انت الكاميون نتاعك ماهوش مستوي ماهوش معدل ولا دارش عليه ولا تجري هكا، هو يبمبي فهمت، تعقاك في حفره هكا في ركزه يتركز ويطلع لفوق، تعمل هكا تتعدى تجم تضربوا الكاميون تسطعوا. كانش ديما نمشي واحده واحده كيف كيف. هنا فما قنطره زنا نسيسر، واحنا والقنطرة كنا تشوفوا مجروحة زاد. الله تعديت فود هاندل، هذه الشركة ليه واحدة واحدة. والكيل هنا كنا نشوفه فيه بلاصة خايبة شوي، بون بعديك الخروج لازمني مرشارير، ما عنديش حتى حل. تو نحطو على الكي بعد ما يفرغ لازمني نخرجها كلها مرشارير، هذاك هو الحل الوحيد. لا
حليت باب بركة خطر الدنيا سخونة مش ما يدخلش الهواء السخون. حليت جوست الباب اللي ما نجمش نحلو. من بعد كي نلصق نجمش نحلو. هذاك حليته. كلهم يحلوا الباب ونفرغوا السلعة متاعنا. ولا مشيو نحلوا البيبان نعطيهم الأوراق نفرغوا السلعة متاعنا وجورني ترميني. من بعد نقصد ربي نطلع فارغ من سويسرا نرجع فارغ. قالوا لي نسحقش كي تلقاني فارغ لا ديكلاراسيون دوين لا حد شيء. نرجع فارغ نمشي إن شاء الله للنمسا نعمل الكوبير متاعي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إن شاء الله نكون عايشتكم معايا نهاية رمزيان. تقابلوا في فيديو واحد آخر والسلام عليكم.